أنت تقول هذا بليد وأنا قوي وأنا ممكن وأنا متأكد من حالي ونحو ذلك، هذا ضعيف ما يؤثر فيه، أنا الذي إن شاء الله أؤثر فيه. وإذا به كما قالوا عدوى البليد إلى الجليد، يعني إلى الرجل الجلد، ما هو الجليد الثلج، إلى الجليد سريعة كالجمر وهو متقي، يوضع في الرماد فيخمدوا. فاحذر يا عبد الله أن تجالس هؤلاء، فبذل النصيحة باب، وأداء الحق الواجب إن كانوا من ذوي القرابة باب، أما المجالسة فإنها غالبا ما تجر إلى المجانسة، والصاحب ساحب والمجالس مجانس. وآخر يقول عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وثالث يقول وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجرب. فاحذر يا طالب العلم أن تجالس من هذه صفاتهم، لأنهم يضروك ولا يزالون بك حتى يؤخروك، نسأل الله العافية والسلامة.